السلام عليكم. أنا الآن أمام متحف بمدينة بريدة، الواقع جوار الميدان الحضاري. هذا هو الآن المتحف من الخارج، متحف مدينة بريدة الذي يضم عدد من الآثار القديمة. نبي ندخل الآن ونشوف وش داخل متحف بريدة من الآثار. تابعوني. السلام عليكم. أنا معي المشرف على متحف بريدة الأستاذ أحمد الهذالي، بيشرح لنا شرح كامل عن الموجودات بالمتحف. السلام عليكم، كل عام وأنت بخير طال عمرك، ونتشرفنا بك أول شيء، ونودنا تخدمنا أنك تعطينا شرح كامل عن موجودات متحف مدينة بريدة. الله يعطيك العافية. طبعا هذه سيارة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. إيه نعم. وهي من موديل 51951. إيه نعم. النوع كادلك. طبعا من ضمن سيارات الملك عبد العزيز هذه السيارة. إيه نعم، الله يرحمه ويغفر له. وش؟ وطبعا هنا عند قاعة التراث الشعبي. هذه قاعة التراث الشعبي. هذه بالنسبة. إيه نعم. تحتوي على قاعة هذه على 3000 قطعة. تراثية. طيب التراث الموجود هنا يخص أهل بريدة ولا يخص عامة المملكة؟ بالأخص يخص أهل بريدة أكثر، ولكن هو على العموم يخص يعني مناطق المملكة. إيه بعض مناطق المملكة. يعني بعض مناطق المملكة. طبعاً الموجودات خصيات أواني وأسلحة طال عمرك و. كل ما كان يخص أبائنا وأجدادنا من التراث القديم يعني. نعم. أنتم محتفظين فيه هنا للذكريات، وبعدين يكون إن شاء الله كتعليم أو للجيل الجديد يعني. إيه نعم، هو طبعاً يجي هنا زيارات المدارس، طلاب المدارس بجميع مراحلهم. ممتاز. الابتدائي والثانوي والمتوسط. ممتاز. والجامعات وبعض الوفود يعني يجون من خارج المملكة وداخل المملكة. ممتاز. وفود رسمية يعني. ممتاز. وبعض الزوار يعني من نفس المنطقة وخارج المنطقة. ممتاز. طبعا هنا هذه العملات المعدنية، العملات الورقية، وهذا الطوابع عهد الملك عبد العزيز. هذا طبعا الملك عبد العزيز الله يرحمه، وهذا الملك سعود والملك فيصل الله يرحمه، الملك عبد الله الله يرحمه، والملك فهد الله يرحمه، وهذا ملكنا الله يعزه ويطول بعمره. هنا هذه العملات القديمة. إيه عملات عملاتنا من أول يعني عملات جدادنا يوم كانوا يتعاملون بالعملات القديمة يعني. العملات المعدنية. المعدنية. وهذه اللي هي الورقية طال عمرك. ما شاء الله. وهذا طبعا هذا الصاع وأجزاء الصاع النبوي. نعم. ما شاء الله. والمحماس طبعا وهذا لوح القراءة. ما شاء الله. هذا كان قديم تعرف عن نعم نعم نطوع. اي نعم. كان كل يوم بيوم طبعا كانوا يكتبون على الفحم باللوح. اي نعم. وكل يوم وبيومه يعني ما في يعني زي الصبورة الان تقريبا زي الصبورة يعني الان كان كذا. ماشي. بعض الاواني القديمة يعني هذا السراج، هذا طبعا المباخر القديمة، وهذا الكمار اللي كان يوضع هذا المجلس. طبعاً. طبعاً كل بيت يكون فيه مجلس. اللي عبارة عن قهوة. قهوة ويكون بابها موجود على الشارع وداخل البيت المصراع بالشكل هذا شوف. إيه نعم إيه نعم. يكون هذا اللي يدخل على البيت. إيه نعم. وغالباً صاحب البيت أو الرجال هو اللي يصلح القهوة والشاهي يعني تكون فيه كانوا يسمونها شبو يعني. الشبو. بعد الفجر أو بعد العصر. إيه نعم، كانوا ما شاء الله عليهم مبدعين كانوا، وفي كان تواصل كبير بين الجيران وبين الأقارب وبين الأصدقاء. نعم. كانت الشبة هذه موجودة على طول يعني ما لها بلا حدود. إيه نعم. طبعا هذه النقيلة والواعة وكل منطقة على حسب تضاريس المنطقة. إيه نعم. تجد يعني مثل منطقة حرة المدينة تجدها بالشكل هذا. إيه نعم. تكون باللون الأسود الأسود مايل شوي نجد
المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية مختلفة. كانوا يتفننون بالصناعة. نعم نعم كانوا يتفننون ويدورون السهل طبعا. يتفننون يعني ولها طريقة حرفة. اي نعم طريقة حرفة. نعم اي نعم اي نعم اي نعم. ما شاء الله هذا. هذا الرحى. الرحى. عدة أنواع. أحجام كبير وصغير. كبير وصغير. اي نعم. كان صناعته يعني تستغرب يعني كيف صنعوا مثل هذا الماكينة لطحن الحبوب من الحجر يعني يعني شيء صراحة تستغرب من الناس يعني غير متعلمين كانوا وذا لكن كيف جت اختراعاتهم بهالطريقة يعني الحاجة هي من الاختراع. اي نعم صح. كل ما تجد بالمتحف هنا يتعلق من نفس البيئة النخل والأثل. اي نعم. يعني من نفس المنطقة يكون الصناعة يعني. هذه السرج والتريكات كانت هذا المكوى هذا المكوى كانوا نعم سمكتوله كان المكوى سمعت انه يحطون فيه كان جمر فحم على فحم كان الجمر اللي يحطون صح ولا لا؟ نعم كان يحط فيها الجمر يحط الفحم فيها. اي نعم وطبعا يكون وهذا البكم البكم القديم اسطوانات هذا طبعا بعض الاسطوانات القديمة كانت تطبع على القار. إيه نعم إيه نعم. بعدين جاء البلاستيك. سبحان الله كانوا يطبعون على القارة أول. القارة. وبعدين جت طريقة البلاستيك الآن اللي كانت تشتغل فيها يعني. طبعاً هذه شو اسمها الاستطراب. إيه نعم. قياس الزمن. هذا تلال القريشية. هذه حجازية اللي فوق شكلها دي. شكلها دلة حجازية دي ها أو لا؟ إيه الحجاز. نعم نعم. طبعاً هذا قدح الكأس. نعم نعم كلها أدوات من النحاس يعني إيه نعم طبعا هذولي من الآثار الفتحات الإسلامية. نعم نعم إيه نعم إيه نعم هذه الشام و ما شاء الله هذه الفلاحيات ما شاء الله تخص الزراعة الزراعة أدوات زراعية الأدوات الفلاحية إيه نعم أدوات الفلاحية نعم هذه المكشعة عفوا هذه المسحات وهذه الصيادة الصيادة كانت تستخدم إيش الصيادة إيش هذه يصدون فيها هذه مثلاً هذا الصيادة هذه مثل كانوا عشان زراعتهم إيه نعم فكانت تيجي الثعالب أو الكلاب يعني القوارض يصيدون فيها أو القوارض فيحطون عشان يصيدهم ما إيه نعم ما يتلف الزراعة حقتهم يتلف الزراعة أو الدجاج يعني نعم وهذه صيادة طبعاً هذه صيادة اللي هي للطيور نعم يحطون فيها عيش كذا وطبعا الحبل هذا يطبق عليه يسمى حبل الزنب هذا اي نعم يكون على مسافه طويله وصدور اختراعات والحاجه هي مخترع وهذا الميزان هذا الميزان وهذا باب المخزن اي نعم هذا طبعا باب المخزن هذا يحطون فيه كان البيت موجود فيكون هذا باب مخزن يكون فيه الشاهي والقهوه والرز والسكر نعم. فكانوا حريصين يعني كان السكر احمر نعم فكانوا يعني زي المستودع يعني يعني مستودع صغير يعني كانوا يحطونه بالقهوة ذي بالقهوة بالمشرب أيه نعم كانوا يحطون الكعك بعد الله أنا أذكرهم بعد يحطون الكعك هو الفطور الوحيد الفطور كانوا مركز على الكعك منو أيه نعم. ما أنا مثل اليوم نعمة فول ودنيا نعم. هذا المشاية أي نعم طبعا هذه المشاية للأطفال الصغارين يعني زي السيكل بداية ما أول ما يمشي يعني نعم 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 يمشي هذا طبعا الصحفة والقصعة نعم الصحفة الصحون الأولين يعني القصعة يكن فيها اثنين نعم والصحفة طبعا تكون مجموعة طبعا كان إذا انشق يعني أو انكسر يخطونه بسيم أو جلد البقر يعني يخطونه احنا الحين طال عمرك لا بنهنقش على الصحفة تدعوه اي هذه طبعا الموقعة نعم المخرفة وهذه المتعوبة وهذا طبعا فيه ماء غرفه ماء هنا كوضوء للوضوء ما الوضوء هذه الاواني هنا واغلبها صناعه محليه يعني هي طبعا منطقه الحساء كانوا مشهورين ايضا بصناعه ما كان في شرع صناعه بريد برضو كان يصنعون يعني محليه يعني هنا. يعني حتى بالبصيم يعني كانوا يصنعونه ايه شارع الصناعه هذا اشتهر انه صنانيع يعني صنع البذور والصحون هذه اللي ما شاء الله المقرصة ما شاء الله
هذه طبعا هذا الجناح هذا نقول العائله يعني نقول جناح العائله طبعا ما شاء الله هذه السحاره والسمان هذا صندوق السمان كانوا يسمونه صندوق السمان بما انهم كانوا يسافرون للهند عن طريق البحرين ويجون نعم فالسمان باللغه الهنديه الاغراض اي فهذا صندوق السمان اللي هو اللي تحتي هذا نعم والفوق السحاره اللي يكون فيها دائما الذهب وهذا حق الطفل يعني اي هذا الهندول طبعا يصلح من اسبان النخل اثناء ما تكون رطبه نعم فالشكل يكون هندسي و يعني كيف نور يعني ما شاء الله عليهم تقول كل شغلاتهم صناعتهم نعم هذه الجنينة نعم ما كانوا يمكن يشترون برا شيء كله من تصنيعهم المحلي يعني محلي اي نعم هذا ام الاختراع هذا الفراش من هو فراش اسم مبرب هذا جاب كان هذا من الشام اي نعم هذا فراش العرسان نعم وهذا القفر نعم هذا القفر اللحم المكفور القد يسمى باللغة العربية لكنه القفر طبعا هذا له عندنا له زمن كثير يعني حوالي فوق 18 سنة على وضعه كذا على وضعه كذا يعني لحم منشور وحنط يعني ايه ويأكلون يعني ما شاء الله هذه مجموعة الـ يعني السواني السواني والمحالة والمحمل والمجول والدراجة السواني وهذا المحراث اللي مع البقر يسحبون ما شاء الله حقيقة تنظيمكم رائع للمتحف حيو منظمين وتنظيمه حقيقة مبدعين فيه هذا المنخل طبعا المنخل من الجلد اي نعم اي نعم وهذا الدلو هذا كبار من هذه المقعد الحفة التمور اي نعم تختلف طريقه على الجصه يعني هذه تكون ارضيه مدفونه بالارض هذا حضار هو جلسه المزرعه يسمونه نعم. مجلس المزرعه هذا ميزان البرسيم اي نعم شو عندك هنا ميزان البرسيم طبعا الوزن 3 كيلو اي نعم اي نعم هنا وزنه 2 3 4 كانت الثقاله حصات اي حصات الله حقيقة أنهم كانوا مبدعين وأنتم مبدعين حق تنظيمكم الجيد الحق الرائع هذا المنبر طبعا شو اي نعم ما خليتوا ما شاء الله عليكم من الأثار القديمة أثار أجدادنا وأبائنا إلا ما شاء الله وجد في هذا المتحف متحف مدينة بريدة الرائع ما شاء الله السفرة من أول بساط يقول الأولين ما شاء الله هذا بعض هذا الفرجار الصغير والفرجار الكبير والفرجار الصغير طبعا عشان التصليح الاشكال الهندسيه هذه اي نعم كان النجارين يستخدمونه يعني ما شاء الله وهذه بعض ادوات الحجامه او خلع الضروس ما شاء الله احنا من اول نحس بالهندسه جديده وتر الهندسه قديمه طلعت حتى الفرجار الصغير ما شاء الله والنباط يعني. بعد ما شاء الله عليهم مبدعين النباط ما شاء الله عليهم فكانوا ابائنا يعني سابقين المخترعين الجدد بصراحه بالانتاج والصناعه ما كانوا بس عندهم ما لهم ظهور اعلامي ولا الان لما يصنع اي حاجه يطلع له ظهور اعلامي كبير لكن لو فكرنا وشفنا صناعات اجدادنا يعني يمكن يعجز عنها الان بعض المصانع تنتجها بالشكل اللي ينتجوهم اي نعم ولا وكانت إنتاجها وطال عمرك ويعني أو عملها أحسن من عمل الآن الأشياء الجديدة يعني متقن نعم متقن ودقيق جدا كانوا دقيقين جدا بالوزن وكل حاجة يعني هذا البيدي هذا البيدي هذا من صوف الجمل إيه نعم ما شاء الله طبعا هذا عن البرد يعني إيه يلبسون على البرد إيه هذا يسمونه البيدي إيه نعم نعم هذا الجراب نعم هذا خروج ما شاء الله هذا الزربة بعد هذا ما يخص البادية يعتبر هذا جناح ما يخص البادية يعني ويخص بعض أبائنا وأجدادنا بعض هذه الطواحين أو لا يعني هذه الطواحين كانت تكون على الحائط والجدار يعني نعم بعد هذا اللي بعد
ما تطور طحوني بعد النقير وهرحة. اي نعم. جل بعد الطحون. ما شاء الله. هذه طبعا هذه لوحات السيارات القديمة. وهذه المناهج الدراسية عام الثمانينات الهجرية. ما شاء الله. هذا مناهج الكتب يعني. إيه الكتب. هذا الكتب. مناهج دراسية. اي نعم. طبعا دويبة الثمانينات الهجرية. ما شاء الله. هذا المؤشر. هذه شنطة العروسي. ايه. هذا طبعا ما شاء الله. هذا العول القديمة. ما شاء الله. يعني الرخوص الحاج هي أمور الاختراع. ايه لا صحيح. كلامك صحيح. شيء طبعا شوف من الرخوص النخل أو الأثل يعني شوف كل نوع هي نوع نعم. هي المادة اللي تكون مركز عليها بالصناعة يعني. نفسها. ما شاء الله. طبعا هذه الأسلحة. طبعا هي القمع والفتيل ثم اصبع وهذه الغداره الحمد لله الاصل هي عصا لكنها هي شكل عصا ولكن بالاصل سيف. لا اللي هو اي هذا نعم يسمونها الغداره يعني هذه تخدع اي يعني احد يحسبه عصا وبعدين ما يدري اللي هم يعني مستخدمها اي نعم خلوها هيك يعني من اول على ايام عدم الامن لكن الحمد لله والشكر احنا نعيش بامن وامان الان الحمد لله والشكر اي نعم اي نعم ما شاء الله حقيقه الاستاذ احمد ابدعنا الحقيقه وما شاء الله عليه علمنا عن حاجات كثيره بهذا المتحف الرائع وما قصر عن المعلومات اللي اهدانا اياها نقول على الصور لا الحمد لله ما شاء الله هذه الحصات طبعا هي مو بحصات شجر اي نعم هذه شجره متحجره يعني طبعا يعني شمال منطقه القصيم هذا بريده يعني ايوه طبعا هذه اي شيء متحجر يكون يعني عمره حوالي 10000 سنه عام يعني الله الله هذه طال عمرك اللي هي هذه المذياع كلمة هذا الروادو المذياع القديم المذياع القديم وهذا طبعا المذياع هي شوف عندك هنا حسب المنطقة يعني توجه القناة على الموجة على اسم الدولة 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 يعني فكان موجود بس القاهرة وبغداد طبعا هذا السيرو هو المسجل أبو مكرات كان يسجل فيه ثم يطبع على الاسطوانات يرسل لليونان او لبنان او البحرين يسوون هذه التلفونات القديمه طبعا ها هذا ابو هندر ابو هندر هذا الكور وش الكور ذي هذه المدافع حقت المدفع اي حقت المدفع اي نعم 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 ان شاء الله هذا طبعا الحلي على النساء ها؟ إيه هذه اللي يجلس لها مسميات طبعا هذه الحجور الحجور هنا والخلخيل تطلع أصوات ما شاء الله كلها قديمة طبعا حتى كل هذه من صناعتهم يعني كانوا يجملون الحريم من صناعتهم اليدوية ما شاء الله عليهم هذه شريط القصيم أول ما طلعت إيه طبعا هذه مجموعة عتاد إيه نعم من جريدة القصيم وكانت تصدر كل اثنين نبريدة كانت تحرر يعني وتطبع في بالرياض ثم كل اثنين تصدر تجي هنا لبريدة يوزعون طبعا هذه مجموعة عتاد إيه نعم يعني 82 أظن تاريخ انقطعت يعني ما شاء الله هذول هذا الاسماء المساهمين قطعة تراث الشعب ما شاء الله طبعا من ابناء المنطقة اللي هم هذول يعطونكم يعني التراث ولا يعني اللي يكون عندهم قطع تراثية المساهمين يعني كل القطع التراثية الموجودة هنا هذه كلها للأهالي مساهمات منهم مساهمات من الأهالي بس ما إيداع شكرا لها والله يعني كل القطع هذه مودعة الله يعطيها يعني المتحف ما يملك منها غير التنظيم وغير طال عمرك المحافظ عليها يعني الاسم هنا كل شخص عنده رقم
عدد القطع اللي جاي يعني مودعهم ما شاء الله عليهم يشكرون حقيقة. متى أي وقت يبغى يسترده ما شاء الله عليهم. وما هو هذا الحمد لله هذا بريده ما شاء الله عليهم مبدعين بكل شيء. اي نعم. وانتم ما شاء الله عليكم برضو تحافظون على الاثار وما قصرتوا يعني انتم عباره عن صندوق لهم فقط يعني. اي نعم صندوق والمحافظه على اثارهم متحف واصل يحفظ على تراث اثار يعني. اي نعم. هذه طبعا هذا الخنجر الحضرميه. تسلم. هالطبنجة نعم. وهذه بعض الكتب القديمة وبعض الذخيرة ومن هذه الأسلحة خاصة الشريد هذه أقول الساهمة في معركة أسبلة. نعم الشريد يعني عائلة نفتخر فيهم لأنهم لا ولهم صراحة خدمة عملوا خدمة في بريدة هي اللي هي خدمة يوم سنة الجوع. تحية لعائلة الشريدة من هذا المتحف ما شاء الله. حقيقة انكم اول شيء انكم انتم مبدعين بالتنظيم هذا اللي سويتوه بهالمتحف الرائع. اي نعم. ونهيب بالاخوان حقيقة ونهيب باخواننا ونهيب بجماعتنا وباهل بريدة يعني خذ عيالك وتعال هنا وورهم تراثنا تراث أجدادنا ومتعهم خلهم يتعرفون على الحياة القديمة. يعني المتحف مفتوح فيه شباب رائعين يدورون هالمتحف يورونك كل شيء يطلعونك على كل شيء. لو حنا خارج المملكة كان واحد بدأ يركض هالمتاحف هناك والمحلات الآثار عشان يطلع عليها وحن صحيح الكلام هذا. فحنا الحمد لله حن في بلدنا وعندنا محلات خاصة بتراثنا وتراث أجدادنا ومفتوحة وشباب رائعين يدرون هذه المتاحف ويعلمونك عن كل شيء. لكن سبحان الله كثير من الناس ما أدري شلون يعني إنه يتساهل بالجي إلى هنا ويجيب عياله يا كفسحة يعني غيرون جو كفسحة يعني فرح الأطفال والله لو يجون هنا إنه فرح الأطفال. وما قصر الجماعة هنا حتى يستقبلون المدارس يستقبلون الشركات وأي واحد يجي ضيف من أبناء بريدة يقول الله يحييه وجيب ضيفك معك وخلوا يتفرج على تراثه وتراث أجدادنا. نحيي الأستاذ. الحقيقة بقى فيه شيء توضيح للمتحف إن المتحف لم يتم تغطيته كامل يعني غطينا جزء منه فقط لكن فيه جزء كبير منها الآن لم يتم تغطيته بسبب إنه تطويل الفيديو. ففي دور ثاني الآن بالمتحف لم يتم تغطيته لكن احنا غطينا الشيء المهم والشيء اللي نشوفه إن شاء الله يكون كبداية لزيارة الناس لهذا المتحف الرائع بحضور وبإشراف الأستاذ أحمد الهذال. الحقيقة أنه إنسان رائع جدا وأسعدنا بهذا الشرح الجميل. تحياتي له وتحياتي لجميع المشرفين على هذا المتحف الرائع.